نادى الصفقات مقرها الاجتماعي مدينة فاس. الشركة ديالنا كتعمل في إطار قانوني، عندها جميع الوثائق المطلوبة. مؤخرا تمت الصفقة هنا في جماعة الترابية المحمدية في إطار قانوني بحضور السيدة الرئيسة والسيد ممثل السلطة المحلية وجميع الأعضاء بما فيها ممثل الخزينة العامة. نهار 25 هذا الشهر هذا على حساب العقدة اللي كتربطنا مع المجلس البلدي هنا ديال مدينة المحمدية، جينا باش ندخلوا لهاد المرافق ديال باحات وقوف السيارات مدينة المحمدية، وحضور جميع السادة رؤساء الدوائر الأمنية. في هذا الإطار هذه اللجنة انطلقت معنا في صبيحة يوم 25 من الشهر الحالي، الغرض من هذا باش ننصبوا العناصر ديالنا اللي تابعين الشركة ديالنا في الأماكن ديالها اللي هي عدد ديالها 87 موقع ديال تركين السيارات هنا في مدينة المحمدية. لقينا بعض المشاكل اللي تسبب فيها داك السيد اللي كان الشركه اللي كانت من قبل منا، قبل ما نديرو ملي شاف بينا حنا غادي نبداو نهار 25، دار واحد الحمله وواحد الضجه ضد الشركه وحرض الناس هذوك اللي كانوا خدامين معاه باش ما يخرجوش. رغم داك الشيء حنا دخلنا ولحد الان راحنا وصلنا 60 حتى 70% من الناس اللي هنا ديال المدينه، فالمدينه ديال المحمديه راهم خدامين معنا بصفه قانونيه، ما تعدينا على حد، ما عندنا لا هذه اللي كنخدموا في اطار قانون الشركه، كما نقولوا الشركه قائمه بالوثائق ديالها. والان حنا كنشكروا السلطه المحليه والسيده الرئيسه ديال الجامعه الحضاريه هنا بمدينه المحمديه اللي ساعدونا، وكذلك نزل الامن بما فيها عناصر الشرطه، لانه معنا جوج دوريه ديال الشرطه ومعنا واحد الدوريه ديال القوات المساعده، والحضور المستمر ديال السيد وكيل المداخيل وديال ممثل السلطه المحليه، وخدمنا في اطار قانوني. هما رحنا كنتعاملوا مع الناس ديال المحمديه، نعطيهم الاسبقيه خدموا. راه حنا كما تكلمت وتقع عندنا في 60 ولا 70% من الناس الاخر، ونتمناو باش يكون 100% من الناس ديال المنطقه هنا ديال المحمديه هما اللي عندهم اولويه واللي كانوا في شي اماكن يبقاو فيهم. لما الخدمه ديالنا في اطار قانوني. كانت واحد الضجه واحد البلبله من طرف كما قلت لكم السيد اللي كان كذا، ولكن حنا تفاديناها، ما خلينا ديك الهضره وديك الكلام الخاوي كما يقولوا يمر غير هكذاك مرور الكرام. وبالمناسبه كنشكروا من جديد السيده رئيسه المجلس والسيد ممثل السلطه والناس ديال الامن والقوات المساعده والمصالح اللي شاركت معنا في هذا. بالنسبه لهذوك الاتهامات اللي كيقولوا هما اعتداءات، انا شخصيا كنت حاضر، ما عمرو شفت شي حاجه من هذه الاتهامات. لا اسلحه بيضاء، لا شركه، شنو نخدموا؟ حنا نخدموا في اطار قانوني، ما عندناش كاع شي علاقه مع هذه الاسلحه البيضاء. ولا وإلا كان عنده شي واحد شي دليل قدموا لي، انا موجود باش الا كان شي واحد شاف شي اسلحه بيضاء ولا شي اعتداء ولا شي كذا، حنا موجودين. بالعكس حنا عندنا 6 ديال العناصر ديالنا هذو اللي خدامين معنا مستخدمين ديال الشركه تعرضوا للضرب والجرح. عندنا واحد عنده شهاده طبيه فيها 35 يوم، وعندنا واحد عنده 30 يوم، وعندنا واحد عنده 25 يوم. عندنا مراه حتى هي خدامه معنا كانت ضحيه ديال الضرب والجرح هنا في هذا البارك ديال الاخر، من طرف السيد اللي كان تما ضرب مراه عندنا، تنقلتها سياره الاسعاف ذاك اليوم 25 حوالي 10:30 و11 ديال النهار. هذا الدليل بان حنا وصلنا لواحد المستوى سكتنا كما نقولوا، وحنا نتفاداو هذا الشيء ديال قالك ما قالك. وهذا ما كان غير شائعات اللي لا صحه لها كاع من القول. 15 مدينه اللي عندنا،
على المستوى الوطني. المستوى الوطني وراء الوثائق موجوده ونسلمكم كل شيء. بان الشركه كتخدم في ازيد من 15 مدينه، منها الدار البيضاء، كاين بوزنيقه، كاين فاس، كاين الفنيدق، كاين وجده، كاين افران، كاين افران مدينة السياحيه. هادو ما عمرو وقعنا في شي مشكل ديال كذا ولا التفاهات اللي تلقيناها مع هاد الناس اللي كانوا في شد الشركه. شنو هي الرساله اللي غتوجهها للناس؟ هو نتمناو حنا باش الناس يتفهموا بان حنا الشركه ديالنا تخدم في اطار قانوني بعيد عن جميع الشبهات، وكناكدوا هادشي وكنقولوا الناس اللي حنا نخدموهم واللي فين واصلين حنا 60 حتى 70%، ونتمناو عند الله باش تكون 100% من الناس ديال المنطقه هنا ديال مدينه المحمديه، تكون الامور واحد الجو مزيان، واحد الشفافيه حتى المواطن خصو يطالع ويعرف، ما بقاش يسمع لهاديك ولا هادي. حنا ما خاطينا لا سيوف ولا هضره طايحه ولا كذا، ما كايناش. وربما المدن الاخرى يسولوا علينا، نخدموا في اطار قانوني والمراقبه الصارمه للعناصر اللي كيكونوا تسير لهاد المستخدمين ديالنا، التطبيق صارم للتعليمات. لا بالنسبه للمواقع كيكون فيها كيقول لك من اغسل السيارات، ما يغسلش السياره، الجيليه خصها تكون عنده الرخصه ديال المكان، تكون عنده التذاكر ديال التيكي خصو يكون عنده، ويكون بواحد خدام كما نقولوا نقي. السلام عليكم، انا موظف شركه ندى صفقات 13 سنه وانا مع الشركه، الحقوق ديالي بلا كيسوسيين، جميع الحقوق عندنا انا وهاد السيد هذا قبل مني كان هنا 19 سنه. الحمد لله شركه ناجحه، وخدمنا معاهم في عده مدن، خدمنا في كازار، دار بوعزه، خدمنا في افران، خدمنا في بوزنيقه، دابا راه حنا حاليا في كاستيخور في نيدق مدينه تطوان. شركه ممتازه كيتهلاو فينا وفين ما مشينا، وزعما كنمشيو لاي بلاصه كندخلو قانوني لاي موقف السيارات بالرخصه، كتكون في الجيب ديالك بالباج ديالك بالتذاكر. والحمد لله معاهم مزيانين، والناس الشركه اللي عمرها سلعه، وكيتعاملوا اغلبيه مع الناس المدينه اللي مشينا لها، تخدموا كما قال السي حسين 70-80% من الناس ساكنه المدينه دائما، تعطيوهم حتى هما، تخليهم كما كانوا، كيخليهم كما كانوا خدامين مع الشركه الاخرى، ولا كاع كيتعاملوا معاهم اكثر من الشركه الاخرى.